يا ترى ممكن استخدم بطرونات ال سي تو سي او الكروس ستيتش في ايه تحديدا؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. اهلا بيكم وفكرة جديدة. زي ما شرحنا من قبل بطرونات ال سي تو سي او الكروس ستيتش، ولكن ما قلناش هي بتستخدم في ايه تحديدا. انا عملت بيها قطعة كروشيه تونسي جميلة، وعاوزة استخدم القطعة دي في حاجة تكون مميزة واقدر استعملها، مش بس تكون شكلها بورتريه على الحيط. بعمل بيها ايه؟ بكل بساطة ممكن تعملي بيها شنطة، ممكن تعملي بيها نقشة على ظهر كارديجان او بلوفر او جاكيت على حسب، ممكن تعمليها في الوش، ممكن تعمليها بس في الاكمام، ممكن تعمليها شنطة عادية من الستايل الكوري اللي انت شايفاه دلوقتي ده. تقدري تدخليها في شغل الكروشيه التونسي العادي، تقدري تشغليها برضو تكون بورتريه على الحيط. الافكار كتيرة، تقدري تحطيها في كوسترات وبس. كده فكرتنا النهاردة تكون خلصت، فكرة سريعة تقدري تستخدمي بيها باترون ال سي تو سي او الكروس ستيتش في الكروشيه التونسي، تقدري تعملي بيه كمان حاجة مفيدة. اشوفكم ان شاء الله في فكرة جديدة. ما تنسوش اللايك والشير. مع السلامة، باي.